بقول لك يا عم التمرجي، هو انت نازل من عند مين فوق؟ انا كنت عند الحاجه سكر فوق. هو في حاجه ولا ايه؟ محتاجه يا عم السكر. تعمل بقى فوق ايه؟ يعني ايه بعمل ايه فوق؟ وحضرتك رئيس مباحث ولا ايه؟ وبعدين عيب كده تتكلم على اولاد حتتك بالشكل ده؟ عيب. يبقى انت الحنتوقه اللي العين عليه. كيمو يا مؤاخذه فخم، انا كنت برحب بالضيف وعايز اعمل له جوله كده يتفرج على معالم المنطقه. السلام عليكم. نور الحته يا دكتور. ربنا يخليك يا صباح. كان عايز منك ايه؟ انا مش فاهم الاستاذ كيمو كان عايز مني ايه. انا مش فاهم حاجه. طب احكي لي اللي حصل وانا فاهم. ماشي. تقلقش بس ما شاء الله حته كبيره قوي. مساء الخير يا معلم بابلو. شكلك زعلان مني ولا ايه؟ مع ان انا المفروض اللي ازعل. ده انت خدت الواد ضربته وعلقته وخليته طلق البيت وسكت ما اتكلمتش، وسحبني وطلعنا عند ناس ما استعناهمش بشبشبي وبرضه ما اتكلمتش. لكن بقى يا مانع قوتي يا ناوي على موتي. اللي يموت يموت. طب بالعقل يا معلم وامورني طلباتك. كيمو. عين كيمو. انت قاعد يا كيمو. يجي لك ويحق لك وينفذ طلباتك بالحرف الواحد. خير يا اما؟ عايز ايه؟ تعال شوف المعلم بابلو يؤمر بايه، واللي يقوله لك نفذه بالحرف الواحد. ايه الهرتله اللي انت بتقوليها دي يا اما؟ بقول لك ايه؟ لم نفسك لفرج عليك الحار. تعال شوف المعلم عايز ايه ووطي على ايده وبص. ابوس ايد مين يا اما؟ انا ما عملتش حاجه اصلا. وبعدين مش انت اللي حورت لي؟ وربي وما اعبد. اما لميت نفسك يا كيمو وشفت المعلم وطلباته وعايز ايه، ما انت بايت فيها. والتوستك اللي انت فرحان بيه دوت اكون واخداه، وانت تغور بره. خليه يطلع اللي في جوفه كله عشان هو وصل معايا لنهايه الخط. ماشي. مش انت قلت لي طلع وروح اتقدم لها؟ طلقت ورحت اتقدمت لها ورفضوني. هم حرين مش عايزين. امال انا رحت ليه؟ عشان تعمل الاصول اللي كنت مفروض تعملها من الاول، عشان الرجولة مواقف والندالة دروس.